فلنأخذ بعض هذه الفوائد من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الفائدة 49: جواز طلب المنصب إذا كان الشخص أحسن واحد فيه وأقدر شخص على القيام به دون أن يضر بنفسه. قال اجعلني على خزائن الأرض، وبين قدراته للملك إني حفيظ عليم. فجواز أن يذكر الإنسان قدراته ويطلب المنصب لمصلحة المجتمع وليس لمصلحته الشخصية. هو يوسف الآن طلب المنصب لمصلحته الشخصية؟ لا، لأجل أن ينفع البلد كلها. ثم هو فقط ينفع البلد، يستثمر المنصب في الدعوة إلى الله. إذن ليس طلب المنصب لشيء شخصي، وإنما لمنفعة دينية ولمنفعة عامة، وليست خاصة بصاحب المنصب وإنما لينفع الناس. ثالثا، ما في واحد أقدر من يوسف على مسك المنصب هذا، ما في. فيجوز للأقدر أن يتقدم إذا كانت نيته نفع المسلمين. يجوز للأقدر أن يتقدم إذا كانت نيته نفع المسلمين. الفائدة 50: أن الله يمكن للصالحين إذا حسنت نواياهم يمكن لهم في الأرض. قال الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير. إذن لما سئل الشافعي أيهما أفضل، شوف الشافعي، كلمة الشافعي أو كلمة الإمام أحمد يعني كلمة فيها فقه عميق جدا. قيل للشافعي: أيهما أفضل، أيبتلى أم يمكن؟ أيهما أفضل للشخص، أن يبتلى أو يمكن؟ والسؤال: إيش الأفضل للمسلم، أن يبتلى ويصبر على الابتلاء وعلى الأذى وعلى الاضطهاد وكذا ويؤجر عليه، أو الأفضل أن يمكن حتى يستفيد من التمكين في نشر الدين ونشر الدعوة إيش الأفضل؟ لا، قال عبارة العبارة العظيمة، قال: لا يمكن حتى يبتلى. الشافعي قال: لا يمكن حتى يبتلى. ما في تمكين كذا، يعني يأتي من الهوى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما مكن في المدينة حتى ابتلي في مكة، وكذلك الصحابة، ويوسف مثال. متى مكن؟ وبعد ما ابتلي بالجب وبالسجن وبالذل والعبودية، باعوه عبدا، وأول ألقي بالجب، صبر على كيد إخوته وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. ظلمه أقرب الناس إليه إخوته، ألقوه في الجب وكاد يموت يهلك، وبعدين أخذوه وسرق وبيع عبدا، وعانى ذل العبودية واشتغل خادم ودخل السجن. ثم لما صبر على كل هذه جاء التمكين. فما جاء التمكين ليوسف كذا مباشرة. قال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى. فهذه فائدة 50: أنه لا تمكين دون ابتلاء. أول شيء يحدث الابتلاء ثم يحدث التمكين، ترتيب. هذه سنة الله، يعني في الدعوات، أنها ما أول لابد تدخل في مرحلة الابتلاء ثم تصل إلى التمكين.
وهكذا حصل لأولياء الله والأنبياء، يعني الأنبياء كافحوا، يعني موسى تغلب على فرعون بعد إيش؟ يعني حصل ابتلاءات كثيرة، قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وكل ابتلاء. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، وهذا ما حصل بعد ذلك. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، لكن بعد الابتلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كم أوذي، والحصار والجوع والاضطهاد والتعذيب وقتل أصحابه، وكان يضرب حتى لا يستطيع أن يستوي قاعدا من الضر الصحابي، ويقال له هذا الجعل إلهك فيقول نعم، من التعذيب. وهكذا حتى أن الله مكنهم، حتى أن الله مكنهم. من فوائد هذه القصة العظيمة أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا الصبر درجات، فالصبر على طاعة الله وعن معصية الله أعلى درجة من الصبر على أقدار الله المؤلمة. لماذا؟ لأن الصبر على أقدار الله المؤلمة ما لك فيه حيلة إلا الصبر، ماذا تفعل غير الصبر؟ لا يمكن، شيء مقدور وقع وانتهى، ما لك الآن فيه إلا الصبر. أما الواجب والمحرم فأنت عندك خيار في فعل الواجب أو عدم فعل الواجب، في ارتكاب المحرم أو عدم ارتكاب المحرم، فتكون مراغمة النفس فيه أقوى، مجاهدة النفس فيه أقوى. أما المقدور ما لك فيه إلا حبس النفس عن التشكي والسخط والنياحة ونحو ذلك. لكن فعل الواجب وترك المحرم، الصبر على فعل الواجب، الصبر على صلاة الفجر، هذا مثلا واجب، الصبر عليه كما أن الصبر عن المحرم كالزنا والامتناع عن الزنا أكمل أجرا وأكمل منزلة من الصبر على إيش؟ الصبر على أقدار الله المؤلمة. ولو سألنا سؤالا فقلنا أيهما أكمل، صبر يوسف على السجن وإلقاء إخوته له في الجب أكمل، أو صبره عن الزنا بامرأة العزيز أكمل؟ بناء على ما تقدم يكون الصبر عن الزنا، الصبر عن الزنا أكمل وأكثر أجرا وفضلا من الصبر على الوقوع في الجب والصبر على السجن. فاجتمع ليوسف عليه السلام ثلاثة أنواع الصبر كلها، ثلاثة الأنواع كلها، فإنه صبر على طاعة الله ولا زال على صلته بربه، وحتى لما تسلم المنصب صبر على طاعة الله ولم يطغيه منصبه، فهو يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، تولى فعدل وحكم فكان من المقسطين، فكان من المقسطين. ما هو الفرق بين القاسط والمقسط؟ ما هو الفرق بين القاسط والمقسط؟ نعم، القاسط هو الظالم، قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة، لكن الله يحب المقسطين. إذن المقسط، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. من هم؟ قال الذين يعدلون في أموالهم أو في أهليهم وما ولوا، فإذا تولوا ولاية عدلوا فيها. الذين يعدلون في أهليهم وبين أولادهم وبين زوجاتهم يعدلون، وإذا تولوا ولاية عدلوا فيها. فيوسف عليه السلام تولى الولاية وصبر، وأمره الله بما أمره به فصبر، وحصلت له فرصة للوقوع في المحرمات فصبر ولم يقع فيها، وتعرض للإيذاء والاضطهاد والأشياء المؤلمة فصبر. فكان يوسف عليه السلام قد اكتمل له الصبر من جميع الجهات، قد اكتمل له الصبر من جميع الجهات. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. الفائدة الثانية والخمسون في قول الله سبحانه وتعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. لو قال قائل كيف عرفهم ولم يعرفوه؟ فالجواب أنه فارقهم وهو صغير وهم كبار، فالصغير يتغير عليك إذا رأيته بعد 10 سنين، لكن أنت لا تتغير عليه كثيرا إذا كنت كبيرا. فلو مثل واحد عمره 30 رأيته عمره 40 لا يتغير عليه كثيرا، لكن إذا رأيت عمره 10 وبعد ذلك رأيت عمره 20 تغير عليك كثيرا، مع أن 10 سنوات هي. فإذا من أسباب أنه عرفهم ولم يعرفوه أنه فارقهم وهو صغير وهم كبار، فلما رأهم بعدها من المدة، لأن عد الآن كم جلس في قصر العزيز وكم جلس في السجن وكم جلس وزيرا حتى جاءوا إليه بعد 7 سنوات سمان، لما بدأت العجاف جاءوا يطلبون المدد. إذن أقل شيء عندك 21 سنة تقريبا لبث في السجن 4 سنين، وهذه عندك 7 سنوات سمان انقضت حتى يأتوا يطلبوا المدد بعد ما صاروا في السنوات العجاف، غير المدة التي قضاها في بعد الجب وشروه بثمن بخس وفي قصر العزيز مدة، فهي يعني قرابة 21 سنة. تغير يوسف عليهم كثيرا. ثم هم عددهم معروف، وإذا كان بعضهم تغير فبعضهم لم يتغير كثيرا، فلما رأى العدد وهو لم يتغير كثيرا عليه، ولا شك أنه صاحب فراسة أكثر منهم، وهو يتوقع أن يأتوا، لكن هم لا يتوقعون إطلاقا أن الذي رموه في الجب هو الآن وزير، ما توقع إطلاقا أن هذا الذي رموه في الجب هو الآن وزير أمامهم. هذه العوامل المجتمعة من أسباب أنه عرفهم وهم له منكرون. الفائدة 53 ذكاء يوسف عليه السلام عندما قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، لما جهزهم بجهازهم وأعطاهم ما طلبوا من الميرة وما يحتاجه المسافر، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. وقيل إن هذا حصل بأنه استدرجهم ليقصوا عليه قصتهم، يعني قال من أين أنتم وما أنتم، من أهلكم، من أبوكم، كم عدد الأولاد، كم عدد أفراد الأسرة. هذا شيء وارد جدا أن يسأل وزير التموين أو الشخص المكلف بتوزيع الحصص أو الميرة في السنوات العجاف أن يسأل عن عدد أفراد الأسرة لكي يعطيهم على حسب العدد. فكونه يسألهم لا يشكون فيه. فلما قالوا باقي واحد في البيت، قالوا حنا عددنا كذا وفي واحد مفقود واحد في البيت، فقال حتى أصدقكم هاتوا هذا الذي تقولون إنه باقي، في المرة القادمة هاتوا حتى تكونوا صادقين في الادعاء، وإلا لا أعطيكم شيئا أبدا. فأوجد عندهم الحافز أن يأتوا بأخيهم لأنه اشتاق إليه ويريد أن يراه،
وعلى أي حال يوسف مؤيد بالوحي، فما يفعله من الأمور في عدد منها يحتمل أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى أوحى به إليه. وكذلك فإنه يؤخذ منها فائدة 54 إكرام الضيف وتزويد المسافر بما يحتاج. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ وأنه ينبغي على المسلم أن تكون هذه عادته المستمرة، يعني ألا ترون أني أوفي الكيل لكم ولغيركم وأنا خير المنزلين لكم ولغيركم. فهذا ينبغي أن يكون من عادات المسلم. والفائدة الخامسة بعد 50 جواز اتخاذ الحيلة المباحة للتوصل إلى المقصود المباح. فإنه قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، يعني الأوعية التي جعلوا فيها الطعام والبضاعة التي وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام، اجعلوها في رحالهم وأعيدوها فيها حتى إذا انقلبوا إلى أهلهم وفكوا المتاع عرفوا ذلك وأنهم أخذوا منا الطعام بلا ثمن، فيحملهم ذلك زيادة على العودة. الآن يوسف كان الذي عنده ما يقايض به يأخذ ويعطي، طيب فجاءوا معهم أشياء ويريدون طعاما. لما أخذ الأشياء قال لفتيانه أرجعوها مرة أخرى، وجعلوا البضاعة التي جاءوا بها للمقايضة بالقمح اجعلوها في رحالهم. فهم الآن إذا اكتشفوا هذا سيقولون إذا رجعوا، الآن هم فتيان يوسف سيشدون الأحزمة عليها، وهؤلاء لا يشعرون. إذا رجعوا إلى بلادهم ونزلوا المتاع وفتحوا ما عندهم سيقولون نسوا أن يأخذوا منا الثمن، الآن لابد نرجع ونعيد الثمن إليهم. فهذا سبب إضافي للرجوع، يوسف يريدهم أن يرجعوا بأخيه. فقال لا كيل لكم عندي، وجعل هذه البضاعة مرة أخرى في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فتوصل بالحيلة المباحة إلى المقصود المباح، لأن بعض الناس قد يكون عنده قصد مباح لكن يتخذ إليه وسيلة محرمة. يعني مثلا قد يقول أنا أريد أن آتي مثلا بزوجتي، طيب يقول لكن لابد لي من شهادة زور مثلا، فهو عنده قصد مباح أنه يريد أن يأتي بزوجتي فيكذب أو يزور لأجل هذا، وهذا لا يجوز. لابد أن يكون القصد مباح والوسيلة مباحة. وأخبث الناس الذي يكون قصده حرام والوسيلة محرمة، قصده حرام وسيلة، كمن يتوصل مثلا إلى الزنا بالتعارف المشبوه أو الكلام مع النساء الأجنبيات ونحو ذلك، فالوسيلة حرام والقصد حرام. وبعض الناس قد يقول أنا أريد أن أتحدث مع النساء لأتوصل إلى زوجة، فهذا قد يكون يعني قصده الزواج لكن وسيلة حرام، وإبليس يغويه في النهاية فيجعل قصده حرام والوسيلة حرام. فلا بد إذن أن يكون المقصود حلالا والسبيل إليه حلالا. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. السادسة والخمسون أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. فإنهم لما رجعوا إلى أبيهم وقالوا أرسل معنا أخانا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. فالمؤمن كيس فطن، ولذلك يعتبر بما أصابه في الماضي ويمتنع عليه أن يحصل له
مثل ما حصل له بفطنته وذكائه، وليس أن يكون مغفلا. والسابع والخمسون أن التوكل على الله هو السبب في دفع المكروهات، فإن يعقوب لم يقل لن أرسله معكم بس، لا، قال أنا أصلا معتمد على الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فتوكل يعقوب على الله عز وجل. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. والثامنة والخمسون أن الإكرام إكرام الناس وسيلة إلى جذبهم. قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. لكن هذا البيت طبعا ألفاظ فيها أمور خطيرة، لأنه قال تستعبد قلوبهم، ونحن المفترض أن تكون العبودية لله، فالإنسان يستميل القلب بالمعروف نعم، لكن لا يستعبد، لأن العبودية هذه لله، العبودية لله، فلا يجوز الإنسان أن يستعبد غيره لا بالإحسان ولا بغيره. إذن الإحسان يستميل قلوب الناس، ولذلك قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، يعني ماذا نريد؟ هذا الرجل أكرمنا جدا، أكرمنا لما قدمنا عليه وهذه البضاعة ردت إلينا، فأرسل معنا أخانا. التاسعة والخمسون أن الإنسان إذا رأى أنه محتاج لفعل أمر لكن فيه نسبة مخاطرة مع شخص آخر فهو يرى أنه محتاج أن يفعل شيء مع شخص آخر، لكنه فيه جزء من عدم الثقة، فإن أخذ الموثق من الله وأن يقول له عاهدني بالله العظيم أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، أن ذلك مما يقلل نسبة المخاطرة. الموثق الميثاق مثل أن يعاهدوه بالله، يحلف له بالله العظيم أنكم تردون أخاكم وترجعونه لتأتنني به. الفائدة الستون أن الإنسان إذا غلب على أمره فهو معذور، إذا غلب على أمره وما عاد له حيلة فهو معذور، وهذا من فقه يعقوب لما قال إلا أن يحاط بكم، يعني هو صح يطلب منهم أن يردوا أخاهم لكن يعني فيما يقدرون عليه، أما إذا غلبوا ولا يستطيعون أبدا فهم معذورون إلا أن يحاط بكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحادية والستون أن التوكل على الله بعد إبرام العقود، إعلان التوكل على الله بعد إبرام العقود مما يزيدها بركة وخيرا وتذكيرا للطرفين بما تعاقد عليه. فماذا قال يعقوب؟ فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، توكلنا على الله، توكلنا على الله. وماذا قال موسى للرجل الصالح لما قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرة فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالح، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول وكيل. فأبرم العقد وقال الله على ما نقول وكيل، وهنا آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
وهذه كلمتين يعني من نبيين في العقود. إذا الإنسان إذا أراد أن يبرم عقدا مهما فيه أمر فيه حيوية وخطورة فإنه يبين التوكل على الله، يكون هذا واضح بين الطرفين، ويقول الله، هذه عبارة يعني عبارة أنبياء في الحقيقة، عبارة أنبياء ينبغي أن يقتدى بهم فيها. إذا أبرمت شيء مهم مع واحد قل في نهاية إبرام العقد والاتفاق الله على ما نقول وكيل، فكأنك تشهد الله على ذلك، وأنت يا أيها الطرف الآخر ترى الله على ما نقول وكيل، انتبه. فكل منهم يعظ نفسه بالله وأن الله رقيب مطلع يشاهد يشهد على هذا العقد وعلى هذا الاتفاق وعلى هذا الموثق والميثاق، الميثاق الغليظ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.